بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا دعوا. والله في حاجات الواحد يقول هتمشي ازاي، هتبوظ يوم بالدعاء ربنا يفرجها. بعد ما احنا ماشيين على حق وكل وضحنا مزلة الصراط المستقيم في الدنيا زي الصراط في الآخرة، لاحظوا مزلة أدق من الشعر وأحد من السيف. يا رب ثبتنا عليه. ربنا الرحمن الرحيم. ولولا يعني دعوات الرسل لأممهم لما ثبت أحد. يعني إحنا عندنا رجاء في رحمة الله بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم لنا، الذي قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. وقال عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله عز وجل، يعني الليلة دي عند الواحد ليلة مهمة قوي، ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم طول الليل يصلي بآية واحدة بس يقوم بها ويركع بها ويسجد بها. يعني يقراها ويركع ويرفع ويسجد ويرجع يقراها تاني: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويقول: يا ربي أمتي أمتي طول الليل حتى أصبح. أرسل الله له جبريل أن الله عز وجل يقول له: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. والله إني لا أتوسل إلى الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبوعد الله له. في هذه الليلة لأن ما تتعرض له الأمة من مخاطر ضخمة جدا، لابد أن نكون على صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الصفات دي لازم تكون فينا عشان تبقى دعوتنا دعوة ربانية نبوية، تكون فيها صفاتنا دي، ان احنا اولا من الامة. ربنا امتن على النبي عليه الصلاة والسلام على الامة لان النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من انفسكم. لقد جاءكم رسول من انفسكم. لذلك احنا لابد نشعر ان احنا من المسلمين، جزء منهم مش اعداء ليهم، سواء منهم البر والعاصي. وربما يكون العاصي ده عنده حب للاسلام مش موجود عند كثير من يدعي الالتزام
عنده طاعه لله عز وجل، ممكن تكون طاعه واحده بس ربنا يغفر له بيها. وما ينفعش ان احنا نحقر طاعات الناس. احنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بغيا سقط كلبا فغفر الله له فدخلت الجنه. الرحمه التي قامت بقلبها لهذا الحيوان لما عطشت نزلت الى البئر وشربت، ثم صعدت فوجدت هذا الكلب يكاد ياكل الثرى من العطش في صحراء محدش شايفها ولا حد هيمدحها، وهي بغي مدمنه على الزنا، فنزلت ما معهاش جردل تنزل وتملى ميه وتطلعها. يعني في مشقه في مخاطر. تخيلوا بير واحده هتنزل ايه؟ هتنزل البير ده. هي كانت نزلت عشان مضطره عشان عطشانه، لكن عشان كلب نزلت وتتسلق، وبعدين ما معهاش حاجه تجيب فيها، فملأت ايه؟ بوقها يعني الخف بتاعها. واكيد علشان تتسلق بايديها الاثنين عملت ايه؟ مسكته بايه؟ باسنانها بفيها. الحديث يقول في ذلك وسقته فغفر الله له. القسوة على الناس ليست من أخلاق أهل الإسلام. فبنقول إن إحنا لازم نستشعر إن إحنا دي على فكرة فرق هائل بيننا كدعوة سلفية وبين غيرنا، إن إحنا مستشعرين إن إحنا جزء من هذه الأمة مش أعداء ليها، أو مش إحنا الأمة المخاطبة بكل يا أيها الذين آمنوا، وغيرنا مش هو المخاطب، لا. وده فقه عظيم جدا في الفرق بين فصائل الاتجاهات المنحرفة التي قد تسمي نفسها أنها فصائل التوحيد. فالمهم أنا بقول إن إحنا جزء من مجتمعاتنا المسلمة.